علق محمد رمضان في أول ظهور له عقب دعوة المقاطعة بسبب الأزمة الأخيرة مع التيار الموقوف عن العمل قائلا: أول مرة أسمع عن المقاطعة، والمقاطعة دايما بتكون في المنتجات، ومن دعوا للمقاطعة هم نقطة في بحر جمهور المحب لفني. وتابع محمد رمضان خلال حواره لبرنامج التاسعة تقديم الإعلامي وائل إبراشي والمذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: أعرف أن جمهوري لا ينساق لمثل تلك الأمور، وهم ينظرون لفني، ولكن هناك بعض التوجهات من أشخاص بعينهم.